بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أمين. باسمي واسم كل أحرار والشرفاء في ليبيا أحيي جميع المخلصين لله والوطن في هذه الذكرى المجيدة، ذكرى انتفاضة أحرار تاجوراء وعرادة وسوق الجمعة وأحرار الشط وأبي سليم وكل الشرفاء الأحرار في بلدنا العزيز، والتي كانت بتاريخ 25 فبراير 2011 ترفض الظلم والاستبداد والحكم العسكري، وتنادي بمدنية الدولة وبناء المؤسسات والتداول السلمي على السلطة، يحكمها دستور يوافق الشريعة الإسلامية وينشر العدل. دم الشهداء ما يمشيش هباء، دم الشهداء يا حفتر يا مجرم. وينشر العدل بين أبناء الوطن، لا فرق فيه بين رئيس ومرؤوس ولا قوي ولا ضعيف، الكل تحت القانون سواء. كما نحيي في هذه الذكرى الخالدة أبطالنا في الجبهات الذين سطروا أروع المشاهد في الدفاع عن الدين والعرض والوطن ورفض حكم العسكر الذي جاء به الصائل المعتدي خليفة حفتر من يوم 4/4/2019. أثبت هؤلاء الأبطال الشرفاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أثبت هؤلاء الأبطال الشرفاء المخلصين عجز هذا العجوز الخرف الموسوم بالهزائم المتتالية. الله أكبر. الموسوم بالهزائم المتتالية من سابق عهده ومنعه من الدخول إلى طرابلس، رغم ما يحصل عليه من دعم عالمي وإقليمي وتخاذل العالم في صده وإيقافه عند حده وكبح انقلابه على السلطة المعترف بها دوليا. كما نعزي أهالي شهدائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون في الدفاع عن العرض. يا الله يا الله، دم الحفتر واللي معاه. يا الله يا الله، دم الحفتر واللي معاه. يا الله يا الله، أهلك حفتر واللي معاه. يا الله يا الله، شهدائنا الذين قدموا أغلى ما يملكون في الدفاع عن أعراضنا وأموالنا وديننا، ونحتسبهم عند الله شهداء، ونتمنى لجرحانا عاجل الشفاء وسلامة الأعضاء وعودة المهجرين إلى ديارهم آمنين، ونطلب من العلي القدير نصرا قريبا. اللهم آمين. اللهم آمين. وأن يدفع عنا وعن ديننا وبلدنا كل الطغاة الصائلين، ويرينا فيهم عجائب قدرته. آمين. كما ندعم المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب في مواقفهم المشرفة في تعليق الحوار العسكري والسياسي والاقتصادي حتى يتحقق وقف الاعتداء على العاصمة من قبل الصائل حفتر. وداعميه إقليميا ودوليا، كما نطلب من بعثة الأمم المتحدة أن تلتزم بدورها الرقابي والرقابي فقط دون تدخل في مسعى الحوار، وأن يكون الحوار وجها لوجه بين المتحاورين على طاولة واحدة دون تدخل البعثة المتمثلة في المدعو غسان سلامة كحلقة وصل بين المحاورين. حفظ الله ليبيا ووهبها رعاة مخلصين. الله أكبر. تكبير. تكبير. يا الله يا الله، دم الحفتر واللي معاه. يا الله يا الله، وحفتر عدو والله. يا الله يا الله، والسيسي عدو والله. يا الله يا الله.